صراحة. وكذلك لاعب له تجربة طويلة رفقة نفس الفريق وهو ابن النادي طبعا فهد دويك. التبديلات تستمر هذه المرة عند الأهلي. محمد حراحشة سيترك الملعب لداود صلاح. داود صلاح وهو البديل الأول في كتيبة أهل الخليل. داود صلاح رمية تماس في اليسار لمصلحة الأهلي، بتروح في اليمين لمصلحة الشباب. يستعد محمود يوسف. حمادة مراعبة حضر كرة على حافة منطقة الجزاء. حمزة الطويل قد يسدد كرة بينية. حلمان يحاول أن يستدير ولكن على طول وائل الشعراوي معه، خلص كرة على طول مع أول كرة ومع أول لمسة في اليمين. مراد أبو ميزر محاولة عند داود صلاح وتغطية مصعب أبو سالم وركلة ركنية لمصلحة الأهلي. ركنية لمصلحة الأهلي عن طريق اللاعب داود صلاح في القائمة الأيسر لمرمى الحارس إبراهيم عمار. يلعب في القائم القريب، تمر على الجميع.